أهلا بكم. شركات الأدوية الكبرى تتسابق للحصول على التصاريح اللازمة للقاحاتها المضادة لفيروس كورونا. آخر طلبات الترخيص جاءت من شركتي فايزر وبايونتك مع تقديم طلب للتصريح العاجل للقاحهما في أوروبا. شركة موديرنا تقدمت هي الأخرى بطلب لترخيص لقاحها في الولايات المتحدة، مؤكدة أن نسبة نجاحه تجاوزت 94%. الشركة أكدت أيضاً أن لقاحها سيكون متوفراً في اليوم الذي يلي الحصول على الترخيص. تطورات أعطت جرعة تفاؤل كبيرة للعالم الذي تغير كثيراً منذ انتشار الفيروس. فهل يمكننا القول أن القضاء على الوباء بات وشيكاً؟ معنا من لندن استشاري الباثولوجي الدكتور ضياء الدين كامل. أهلا بك دكتور ضياء. أي من هذه الشركات التي ذكرناها يمكن أن تحصل أولا على الترخيص لإطلاق لقاحها في الأسواق؟ نعم، مساء الخير وشكرا للاستضافة. مساء الخير لمشاهدينك الكرام. طبعا سؤال مهم. هي الآن أزمة وجائحة كبيرة. من حوالي أسبوعين تم الإعلان عن انتهاء المرحلة الثالثة لشركة بايونتك وفايزر وتلتها شركة موديرنا، وكان في بوادر لانتهاء المرحلة الثالثة أيضا في أسترازينيكا أو لقاح أوكسفورد. طبعا هذه الشركات تتسابق لإعلان الترخيص. الترخيص بكل بساطة يتم لو أتمت هذه الشركات الاختبارات المرحلة الثالثة، تتقدم بطلب مثلا في أمريكا الـ FDA أو في أوروبا هيئة المنتجات الصحية والأدوية، تنظيم المنتجات الصحية والأدوية الـ HMBRA، لترخيص أو لاستصدار رخصة لإنتاج هذا اللقاح أو هذا الدواء. طبعا الشركات بادرت قبل هذه الرخصة بأن تنتج فعلا اللقاح، خاصة شركة موديرنا وفايزر وأسترازينيكا الثلاثة بدروا بالإنتاج. وأعتقد تتطلب الـ FDA مثلا أو هيئة الأدوية في بريطانيا على أن النتائج تكون يعني ذات دلالات، يعني اللي هي في evidence based أو قائمة على دلالات ناجحة من حيث سلامة اللقاح وفعالية اللقاح ومدى الجرعات التي تتم اتخاذها للقاح. لو توفرت المعلومات بالدليل على هذه النقاط الثلاثة، تعطي الهيئة الرقابة على الأدوية طبعا الترخيص. أعتقد في خلال أسبوع أو اثنين سيتم الإعلان على شركة موديرنا وفايزر. سيتم طيب متى ما أعطي الترخيص دكتور ضياء؟ يعني كم تستغرق عملية التوزيع فيما لو تحدثنا على مستوى العالم؟ يعني متى سيصار إلى تطعيم يعني كل البشر والحديث عن انتهاء الوباء؟ نعم، طبعا أول ما ياخدوا التصريح خلاص ممكن يوزعوا أو يسوقوا المنتج في أي مكان على حسب التعاقدات. بس طبعا في اللوجيستكس اللي هي امكانيه التنقلات وهكذا. في لقاح شركه فايزر لازم يعني يحفظ في ناقص 70 درجه، ولقاح موديرنا ممكن عليه مواد بحيث تحفظه اكثر، ممكن يكون في ماينس 20 او ناقص 5. اعتقد هيكون سريع جدا. طبعا هي في عده لقاحات هتكون في السوق قريبه جدا. اعتقد في نهايه هذا العام سيتم انتهاء المرحله الثالثه على الاقل 11 لقاح. في بدايه العام القادم سيتم اعطاء الترخيص على الاقل 10 منهم. يعني طيب هل كثرة الشركات تحل دكتور ضياء؟ المختصون يقولون بأنه لسنا فقط أمام يعني عوائق لوجستية في التوزيع بما يتعلق بالتبريد والحفظ وما إلى هنالك، ولكن أيضا هناك عقبة الإنتاج، إنتاج الأعداد الكافية. هل كثرة الشركات يمكن أن تحل هذه المعضلة قضية الإنتاج؟ بالطبع إنتاج اللقاح مهم جدا لأنه يستغرق وقت كبير، ولكن هذه الشركات بادرت بالإنتاج قبل الترخيص. يعني قبل الترخيص بدأت فعلا بالإنتاج، وطبعا ده ممكن يحل كتير من الأزمة. أعتقد أن في التكنولوجيا بتاع موديرنا وفايزر هو حمض نووي منفرد الماسنجر RNA. دي تكنولوجيا جديدة جدا في علم اللقاحات، وكانت تستعمل للمناعة ضد الأورام.
ولكن الآن استعملوها للمناعة ضد الفيروس. طبعا دي تجربة جديدة على البشرية، ولكن إن شاء الله نجاحها لأن النتائج بتاعتها كانت مبشرة جدا ب 90% و94.5%. اللقاحات اللي هي المعتادة زي شركة أسترازينيكا أو اللقاح الروسي، اللقاح الروسي فعلا هو مرخص حتى قبل انتهاء المرحلة الثالثة، السلطات في روسيا رخصته. ففي لقاحات، هو اللقاح الوحيد حتى الآن اللي هو المرخص اللقاح الروسي اللي هو سبونتك. أما اللقاحات الأخرى سيتم إعطائها الرخصة قريبا جدا، وأعتقد الشركات مستعدة للتوزيع. طبعا على حسب، هو في اتفاق ان يكون اللقاح بسعر التكلفه او عدم التربح باللقاح، وفي اتفاق ايضا ان الدول الفقيره تحصل على اللقاح في نفس التوقيت مع الدول القادره. ان شاء الله يكون هو ده اللي هيتم، بحيث يصل اللقاح لكل العالم. طبعا كلنا نعيش في قريه صغيره على في عالم كبير، ولكن في قريه صغيره، فيجب ان نتعامل مع الجائحه والازمه إن هي جلوبال أو نعم أو وضحت الصورة. شكرا جزيلا لك الاستشاري الباثولوجي الدكتور ضياء الدين كامل، كنت معنا مباشرة من لندن. شكرا لك.